أعلق بس في نقطة أن النادي الأهلي تواطأ وتأمر. لا خسئت، ما حدش يقول عن النادي الأهلي تواطأ. النادي الأهلي يتواطأ ويدي لنفسه لقب، حدش يجرؤ يقول عن النادي الأهلي هذا الكلام. اتنين، أن حسن حمدي والخطيب وشركة مقاولات رشوا عيسى حياته وبنوا له قصر في ياوندي. طيب عايزين نعرف امتى؟ ما هو الناس اتكلمت على ان في حاجه اسمها نادي القرن سنه 94. كويس؟ يبقى معنى كده في 94، ها؟ يبقى الاهلي او بعد 94 لما الاهلي اكتشف ان الزمالك عداه فراح باني القصر. طب هو احنا في 94 النادي الاهلي عمل ايه؟ انسحب 4 سنين، 3 سنين. وقبليها، قبل الانسحاب، كان بيجي يشترك في البطولات، كان بيبقى بطل الدوري بطل الكاس. هو الاهلي ادى الفرصه للناس تتكلم. يوم يجي ايه؟ يشترك في الكاس عشان كان فاضل له بطوله وياخد لقب الكاس. سنتها كان لو اشترك في بطوله الدوري الزمالك مش هيشترك. راح مشترك في الكاس، فالزمالك اشترك وخد البطولة ولعب السوبر معاه. كويس؟ اذا الاهلي عمل حاجتين، انه كان بيختار البطولة لو هو في دماغه بقى، بدل ما يبني قصور ويغرم مبالغ، ما ياخد حقه الطبيعي ان الزمالك ما يشتركش وما عندوش فرصة انه ياخد القاب، مش كده ولا ايه؟ طيب بعد كده انت تيجي تنسحب عشان تقعد 3 سنين عندك فرص 6 ألقاب فيها، لكن لانك لو كسبت البطوله هتلعب السوبر، فهتلعب على 6 ألقاب. لو هتاخد منهم 2 ولا 3، ها؟ ويتحرم بقى المنافس بتاعك من 1 ولا 2، فين المنافسه؟ فين المنافسه؟ وتاني بنقول هو مين نادي القرن في مصر؟ يقول لك البطل مش هتخلص، في جدل ولا جدال. النادي الاهلي هو نادي القرن في مصر، في ازاي ازاي بقى انت تبقى عايز تبقى نادي القرن، ها، في افريقيا وانت مش نادي القرن في بلدك؟ انت قلت تعبير لطيف قبل كده، انت عايز تبقى الاول على الجمهوريه وانت ما انتش الاول على المدرسه. وهو الزمالك النهارده ساعه 94 ما اتعملت المعايير اللي كل الناس ردت بيها، وانت عندك ردود النهارده وتوثق الكلام، ما كانش الاهلي محتاج لا يدفع رشاوى بتاع، كان الاهلي ببعيد، كان الاهلي الاول والزمالك السابع. طب بالمعايير اللي اتحطت دي مين اللي استفاد؟ الزمالك بقى الثاني. من السابع للثاني، عمره ما كان في مرحله من المراحل الزمالك كان متصدر. يوم ايه؟ الاهلي يرشي علشان يتجاوز الزمالك. هو انا برشي وانا متصدر؟ ما دي عامل زي بطولة 2009 اللي يقول لك البطولة اللي أبو تريكة زق اللعيب والاتحاد ماتش الجيش، ده أنت خسرتني 4 ماتشات عشان تلعبني ماتش فاصل يا راجل. اتحاد الكورة وجبنا لهم الحكم الإسماعيلاوي اللي خسرنا ماتش سيد فتحي، سيد فتحي قصدي الإسماعيلاوي سيد فتحي، ونسيوا ونسيوا إن المباراة خلصت 3-1 مش 2-1. أيوه، من كتر ما هم عايزين يركزوا على حاجه الماتش ده خلص واتظلم فيها محمد طلعت لانه جاب جون بديع. فالكلام لازم يبقى منطقي، والكلام ده ارجو ان جمهور الزمالك يسمعه واحده واحده ويشوفوا اذا كان فيه منطق ولا ما فيهوش منطق. لان طيب انا هنسحب عشان ارجع ادفع رشوه عشان اخد حقي؟ طب ما العب واحرمك من الدخول، او من الاول اخش في البطوله اللي تحرمك انت. لو انت اللي لو انا هتشترك كبطل كؤوس اخش انا في الكؤوس، لو انت هتلعب بطل ابطال الدوري اخش انا في ابطال الدوري، مش هتلعب البطولات دي. صحيح، مش محتاج ارشي، مش محتاج اعمل حاجه. وبعدين مش الاهلي اللي بيرشي، شوف مين اللي عمل ايه مع ماتابيلا، احد الالقاب اللي بيضموها بمنتهى الاطمئنان الى سجله حكم السوبر. ها؟ حكم السوبر. طيب كلام علي السيسي الحقيقه نقف فيه عند 3 نقاط مهمه، لانه كل واحده اكذب من الثانيه، كل واحده الكذب فيها درجته اعلى بكتير من اللي بعده.
وبالمنطق وبالهداوة خالص خالص خالص. هو الراجل بيقول يا باشمهندس الأهلي بنى قصر، أو مش الأهلي، الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب مسؤول النادي الأهلي وقتها بنوا قصر لعيسى حياته في ياوندي. عيسى حياته مش في ياوندي، عيسى حياته واللي راح معقل نادي القطن الكاميروني في جروة يعرف ان عيسى حياته من هذه المدينة المسلمة اللي في الجنوب الكاميروني، مدينة فقيرة جدا، عنده قصر هناك في جروة ملهاش علاقة بياوندي، مش مشكلة. بس وافرض ان عنده قصر تاني في ياوندي، الخطيب في 94، الخطيب في 94 هو رئيس النادي الاهلي في هذه السنة، كان في هذه الدورة كان الكابتن صالح سليم، وبالمناسبة الكابتن الخطيب ما كانش في المجلس خالص خالص. وقت اعلان دينا شارب الاهرام وهو بيعلن في 94 يناير 94 الاهلي زعيما للكرة الافريقية، ده اعلن في 94، وهتشوفوا الجمهورية سبقت في الاعلان عند 5 ديسمبر 93 اول ما كتبت الجمهورية عن الإحصائية، انتهت البطولتين بتوع دوري أبطال أفريقيا كأس الكؤوس ودوري الأبطال، لسه النهائي ما تلعبش، فحسب النقاط وحسب ما تم الاستقرار عليه كان منشط الجمهورية الأهلي أعظم فريق في أفريقيا. مين اللي كاتبه؟ الجمهورية، ماجد نوار. ماجد نوار في الجمهورية. إمتى حضرتك يا أستاذ علي هذا الكلام في الجمهورية؟ في تاريخ 5 ديسمبر 93 93 كان لسه شهر على ماتش السوبر. طب استنى بقى، المعايير صدرت 94 مش كده؟ اعتمدت في 94، صدرت في 94، اعتمدت صدرت لأن يا سيدي كويس، مش ما تمسكليش في دين. لا لا انا بس والنبي عشان خاطري والنبي ما تتوهنيش يا ابراهيم، ابوس ايدك بقى. اتفضل. اتصدرت للناس في الاهرام في 94 واعتمدت قبل كده. النقطه اللي عايز اتكلم فيها مش دي. هو انا كان محتاج الاتحاد الافريقي وانا الزعيم في 93 ان يعمل لي معايير تكسبني؟ طب ما انا كنت زعيم. يعني المعايير صدرت بعد الجمهوريه ما قالت الاهلي زعيما للكره الافريقيه. لا الجمهوريه قالت بناء، اصل بصوا يا جماعه المعايير مشت ازاي؟ لا معلش دي حته صحفيه، المعايير مشت ازاي؟ اللجنة الفنية في الاتحاد الافريقي مع اللجنة الاعلامية في الاتحاد الافريقي تم وضع هذه المعايير. الجمهورية كون انها تنفرد في 93 بما تم الاستقرار عليه، حلو قوي، يعرض على اللجنة التنفيذية للكاف في دي ناحية شكلية. ماشي ايوه خلاص يا سيدي كويس، مش هي دي القضية. القضية اعلنت المعايير بعد اعتمادها في 94، ايوه خلاص ايوه. طب انا زعيم من 93 هيلعبوا لي ليه فيها؟ يعني لو هم مفصليني، هي دي النقطه استاذ ابراهيم، قبل الناس ما ناخدها في سكه. هي اعتمدت سنه كام؟ انت اتصرم من الاتحاد الافريقي الاهلي البطل سنه 93، محتاج بقى يحط لي معايير؟ طب ما انا البطل، وبالمعايير دي لو كانت بلغ الاهلي رسميا ها ما لا كان انسحب ولا كان عمل حاجه، انما احنا ده لولا ان احنا تنبهنا اخر سنه، لا لو انسحبنا السنة دي ممكن هيروح مننا اللقب. طيب اذا الكذبة الاولى الكبيرة قوي انك في 93 و94 حال الاستقرار على هذه المعايير اللي بموجبها الاهلي اعلن اول اندية افريقيا، الكابتن الخطيب مش في مجلس الادارة ورئيس النادي اللي دخل مجلس الادارة سنة كام؟ الخطيب دخل مجلس الادارة في دورة 88 مجلس الكابتن الوحش، واللي انتهت مهمته قبل انتهائها في 92 وابتعد في هذه الفترة، فمبدئيا فضل بره المجلس لغاية 2000، فانت من 92 لغاية 2000 الكابتن الخطيب مش في مجلس الإدارة. فلما تيجي تقول لي الخطيب قدم رشوة، هو والكابتن الخطيب والكابتن حسن كان نادي القرن حسبة سنة 93 و94، ده كلام يعني مش يعني كلمة كذب قليلة عليه شوية، قليلة قوي. ما كانش في 96؟ لا. اما الاغرب والافدح والانكت بقى والاضحك انه يتقدم للاهلي، يقدم رشوه ب 3 مليون يورو يبني بيها القصر لعيسى سنه 93 و94،
3 مليون يورو، مش قال 3 مليون يورو؟ طيب اليورو كعمله، ما انا بقول لكم ده الانكد. اليورو كعمله تم اعتمادها في الاتحاد الاوروبي في عام في يناير 2000. انا مش فاهم 2000 الاتحاد الاوروبي اعتمد العمل بعمله اليورو في يناير 2000، بس فين تم وجودها في العمل المصرفي في 9 في 6 هنا في نقطه بقى يا استاذ ابراهيم. اليورو كان تحت التجربه، فقالوا النادي الاهلي خدوا جربوا مع عيسى حياته، لو نفع هنعتمده. يعني اليورو اعتمد 2000 لكن احنا دفعناها لعيسى حياته ما بين 94 ل 98. طيب انت دفعت لعيسى حياته باليورو قبل ما العالم يعرف اليورو، ماشي، بس انت سنه 93 و94 انت معلن، انت ليه محتاج تدفع ده سنه 2000 ولا 2002؟ يعني انا بدفع على حاجه خدتها من 10-12 سنه، بدفع في 2002 او في 2000 جايزه انا اصلا انت كاتحاد افريقي اعلنت لي ده بموجب المعايير سنه 93 و94 اعتمدت في تنفيذيه الكاف في 94. في مسؤوليه اكتر من كده؟ في دليل اكتر من كده؟ ايه بقى الورقه اللي طلعها علي السيسي؟ ده المهم. مهندس عدلي قال في البدايه هي الناس دي غاويه كلام كده ليه؟ ما تروح تشتكي يا اخي، انت قلت لي من الفيفا. طب هو الفيفا الكترونيا بعيد عنك؟ ابعت للفيفا قول له مدى صحه هذه الاوراق الصادره عنك. ولو الفيفا رد عليك وقال لك ايوه دي صادره عني، هنقول لك عندك حق. انت صادق. انما عايز تطلع لي اي ورقه وتقول لي صوره بالفاكس الفيفا تؤكد، انا اقدر اكتب لك صوره بالفاكس الفيفا يؤكد انه بان عبيد نادي القرن في العالم. لو انت فاهم ان المستند بتاع سيادتك الجمله المزيل بيها تحت، لا لا لا، ده انت تبقى المساله في التمام خالص لمجرد ان صوره بالفاكس من الفيفا. هي دي درجه التوثيق وهي دي الاهميه. هذه الورقه صادره عن موقع اسمه RSSSF 3SF. ده سنويا بينشر عدد البطولات سنويا. انا ماليش كلام يا باشمهندس عن مدى صدقيه هذا الموقع ولا اهميته، بس اللي انا اعرفه انه اي موقع بره نطاق المسؤوليه تقدر تخليه يكتب اي حاجه. اقدر اعمل لك موقع دلوقتي يقول لك اللي انت عايزه. ما هو يقدر يحط المعايير اللي تعجبه. ولا يعني في النهايه ما فيش مسؤوليه، اكتب عليه اللي انت عايزه، ده في الفضاء الرحب. ده منك للسماء، اكتب اللي انت عايزه. بقول لك قول اي حد من القرن. بعد ما تقول لي هقول حاجه. فانت هتلاقي هذا الموقع يا باشمهندس طلع هذه الورقه اللي اخونا علي السيسي طلع وقال لك دي من الفيفا، وهي مش من الفيفا ولا حاجه، ده من الار 3SF. الار 3SF هو اللي عمل هذه الورقه. عاملها ليه ولمصلحه مين وعشان مين؟ دي حاجه ما تخصناش. هو موقع تحت بير سلم صغير كبير، ادي اصل الصوره، ادي اصل النشر اللي على هذا الموقع اللي اخونا علي طلع قال لك ده من الفيفا. ادي دليل الكذب اللي الصق بالفيفا ظلما وبهتانا. ده الموقع اصل انت وادي الورقه. استاذ ابراهيم لما يكون الفيفا طلع كده، انا مسؤول في نادي الزمالك اعمل ايه؟ تاني يوم الصبح اكون رافع قضيه عند الفيفا. مش كده ولا ايه؟ عايزين تشوف. عايز تشوف العبث بقى اللي في الورق، لانه هو ده الورقه الاصليه اللي الراجل شخبطها ونخبطها وعشان تبان ان هي مرسله بالفاكس. زي اي حاجه، اي تشويهه ويبان لك ايه؟ يتكتب لك بتاعت صوره فاكس الفيفا تؤكد جداره الزمالك بمقدمه افريقيا. ده مستوى التوثيق ودليل قال لك المستند اللي محدش ينفع يتكلم فيه، فعلا محدش ينفع يتكلم فيه. هذا الموقع يا باشمهندس لما حط الزمالك قال لك بعدد البطولات اللي خدها، عدد الكاسات، عد الكاسات وقال لك عنده 9 كاسات فحطه في المركز الاول. طب عد الكاسات للرجاء البيضاوي المغربي، طلع عنده 5 كاسات حطه في المركز الثاني. عد الكاسات اللي على الترابيزه بتاعت كانون ياوندي، لقاهم 4 حطوا في المركز الثالث. احنا المنطق عدد الكاسات، خلينا بمعياره هو. ايوه. عدد الكاسات،
عد الكاسات اللي عند هافيا كوناكري، طلع عنده 3 كاسات حطه في المركز الرابع. عد الكاسات اللي على ترابيزه النادي الاهلي لقاهم 7 حطه في المركز الخامس. قول لي بقى ايه المنطق؟ بص، هو الاهلي عنده 8 القاب مش 7. لا حتى حيله يعني، انما انا بتكلم انت عارف ده معناها ايه؟ ما هو في ناس بتحط معايير ولانها مغرضه بتتلخبط. وبعدين معايير زي ايه؟ كنا في احدى القنوات مع عزيزك وصديقك ايهاب صالح ابتكرنا فكره ان احنا نعمل الدوري الافتراضي. ان احنا نقعد كل ماتش نحسب الحاجات اللي اتحسبت واللي ما اتحسبتش، ونقول لو الحاجات كل واحد خد حقه هل تظل النتيجه على وضعها ولا تتغير؟ ايوه. فالموقع ده عمل لك نفس القصه، قال لك ده ايه ماتشين بس، ده النادي الاهلي كسب المباراه بس كان عليه ضربه جزاء ما اتحسبتش ورمي التماس اتلعبت غلط، ورمي التماس ادت الى احراز هدف كان المفروض تبقى فيها فير بلاي ما مش عارف ايه. يبقى بالمعيار الافتراضي يبقى الطرف اللي بيلعب الاهلي هو الكسبان. هو معيار افتراضي، ده معيارك انت حر. الكاسات ده مش معيار الاتحاد. خلاص الزمالك بطل القرن ويروح ياخد اللقب وياخد الجايزه من الموقع بس ويعيش بيها ويبقى سعيد. ليه لا؟ مش ده موقع؟ ده موقع فيفا البلد او فيفا المحطه، مش فيفا زيورخ. موقع فيفا السيسي. احنا ليه بنتكلم بالوضوح المباشر دي؟ ليه الموضوع بقى بايخ؟ طيب اخونا علي السيسي قال ده موقع، ده دي من الفيفا واحنا قلنا لكم دي. هل هذا الموقع نفسه انت بتصدقه لما حط الترتيب برغم عدد الكاسات اللي على الترابيزات؟ ما حطهاش صح. حد ما حطهاش صح. هتقول لي ما هو ادى درجات اكتر لبطوله افريقيا ابطال الدوري. طب هو انت لما موقع بير السلم اللي انت ناسب له الفيفا يعمل ده ويخلي بطوله ابطال الدوري مميزه، معيار ده افتراضي، ده معيار انت تصدقه، بس لما الكاف يحط درجات للبطولات ما تصدقهاش. هنا صدقت وهنا ما صدقتش، لان دي على هواك ودي مش على هواك، مع ان المعيار واحد. هو المعيار كان واحد لسبب ان البطولات كان شكلها واحد، المسمى هو اللي كان مختلف. وبعدين انت بالظبط مش زي دلوقتي. وبعدين انت صدقت الموقع ده اللي انت خبيته واللي انت ظلما وكذبا وبهتانا وعدوانا واي كلمه وتجاوزا تشتم الناس وتتهمها بكل بالضلال وبالرشوه اللي انا في رايي لابد انه يكون في محاسبه قضائيه عليها، لانه الاتهام الصريح بالرشوه دي مساله شديده الوضوح والوطاه. لما يكون هذا الموقع نفسه فيفا البلد انت سيادتك خدت منه ديت وزورتها وكتبت من تحت انه دي فاكس من الفيفا، طب ما الموقع ده نفسه هو اللي نشر التصنيف بتاع الاتحاد الافريقي اللي قال الاهلي نادي القرن. تحب تشوفها؟ اهي ادي ما نشره نفس الموقع الار اس 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 اف نشره عن تصنيف الاتحاد الافريقي لنادي القرن، والاهلي المصري 40 نقطة والزمالك المصري 37 نقطة وأشانتو كوتوكو الثالث 34، وناشر المعايير حتى ده نشر المعايير اللي على أساسها الاتحاد الأفريقي اعتمد هذا النظام. يعني هذا الموقع اللي أنت ممكن تعتبره متجاوز أو غيره، لما أعلن التصنيف الرسمي نشره واحترموا ونشر المعايير العلميه اللي على اساسها تم التوصل لاعتبار الاهلي اللي نادي كل الانديه قابلتها بما فيها الزمالك واللي على اساسها ترقى الى المركز الثاني. الفكره في المعايير او في الاحتساب، ودي النقطه المنهجيه اللي الناس مش عايزه تصدقها. هو انت عايز تعد عدد كاسات على الترابيزه ولا انت بتتكلم في معيار رياضي؟ طيب المعيار الرياضي الكاف وقت ما اعلن ده رقم 1 ادى نقاط متساويه، هنقولها لكم مشيت ازاي. بس ما هو العالم كله اشتغل بكده.
يعني حتى هذا الموقع نفسه لما اهتم هو وكل المواقع بمين نادي القرن في أوروبا، كان الميلان عدد بطولاته، عدد الكاسات اللي على ترابيزته أكتر من عدد البطولات اللي عند ريال مدريد. لكن الميلان كان 13 بطولة، ريال مدريد 12 بطولة بنفس المعيار على نفس الموقع. يعني حتى الموقع عشان تشوفوا الناس ما عندهاش غرض في الاتجاه ده ولا ده. لما حبت تعد عدد الكاسات قالت لك ادي الكاسات اللي في افريقيا وادي الكاسات اللي في اوروبا، لكن لما جت تعلن التصنيف لنادي القرن وفقا للنقاط الوضع حتى في اوروبا اتغير. عدد الكاسات اللي عند الريال اقل كاس من الميلان، بس اللي اعتمد نادي القرن في اوروبا ريال مدريد مش الميلان. بس دول شعوب متحضره، ناس بتتنافس بشرف، ناس احترمت العلم والمنهج اللي تم على اساسه، وكله قال لريال مدريد مبروك. وكل كمان درويش ما قال مبروك للاهلي وقتها. وبعت ورد وهنى النادي الاهلي وكان في منتهى الرقي موقفه يعني. صحيح. لكن بعد كده قال لك اتفصلت بعد كده من الضغوط اللي عليه. الكل بيمشي. ولذلك انا قريت حاجه قال لك هاني العتال بيناشد قبل كده جماهير الزمالك ومسؤول الزمالك لاعاده فتح ملف نادي القرن. طيب برافو، برافو بجد. ابعت، خد انت او هو خد خطوه جاده رسميه تنهي موجه الكذب اللي بتغرق اصحابها، بحيث انك انت ابعت للاتحاد الافريقي قول له انت عملت كده ازاي؟ مش كنتوا بتتهموا عيسى حياته الاهلي بنى له قصر في الجنه؟ طيب يا سيدي، عيسى حياته راح بالقصر بتاعه في الجنه، الراجل احمد ده راجل اصلاحي وملوش دعوه بحد. وبعدين طب ما تبعت تقول له ما عندك المهندس هاني ابو ريده يا اخي رئيس الاتحاد المصري عضو التنفيذيه، ما تبعت تقول له انتوا عملتوا كده ازاي؟ وانت بتبعت له في كل ازماتك والراجل ما بيأثرش معاك، ابعت له. خد خطوه واحده جد، غير الاتهام وغير انك انت توصل الامور ان الجماهير تعيش البلبله دي هذا الكذب وهذا الادعاء وهذا الافتراء وهذا والغل يزداد وتبقى اعمل حاجه واحده صح. لكن هتعمل ده ازاي؟ والله يرحمه الكابتن محمد حسام رئيس لجنه الحكام والمعلق الرياضي عليه رحمه الله مره احتد عليه علي السيسي فقال له طب نفكركم بقى في قناه مودرن وقتها في 2010 كان شكوى محمد حسام من تدخلات علي السيسي في اختيار الحكام عامله ازاي؟ لكن تصورك يا استاذ علي انه النهارده كان في توجه من جانب الحاكم انه عايز يكسب الاهلي عشان الزمالك مثلا ما يقتربش منه؟ ممكن وبشكل كبير، والا مش هنقول شبه التعمد، لا انت في تعمد، في تعمد اضرار بفريق اخر لصالح فريق اخر. لا لا يا استاذ علي، لا انا بعتذر جدا، لا ده كلام انا ما كنت انا ما هتكلم ولا هرد. مش عايزين نتكلم يا استاذ علي، انت السنه اللي فاتت كنت بتقولي وكنت بتشتكيني والزمالك هيهبط والزمالك مش عارف ايه، وكنت متخوف جدا لا من الحكام ومعتبر ان الحكام دي هي اللي بتتحكم في الداخل ومبيت النيه على انه يخسر وكسر. الكلام ده مش صح ابدا يا استاذ حسام، على مهلك وانتبه، ما تشككش في ذمم الناس يا استاذ عادل. دليل على ايه؟ احنا بنقول ان احنا قول غلطنا، قول له شفناك، قول عميان، لكن ما تقولش متعمد. النادي الاهلي اتحدث فيه جول من نادي حرس الحدود من تسلل واضح جدا. لا مظبوط مظبوط. ايه اللي حصل؟ اشمعنى بقى ما اتكلمتش ساعتها انت وما قلتش لا على ده النادي الاهلي اتظلم؟ هو علي السيسي زملكاوي؟ وختمها وقتها بعد الاحتداد بتاع الكابتن محمد حسام الله يرحمه، قال له انت كنت بتكلمني اخر الليل الحق الزمالك هيهبط، الحق شوف لنا حكام. فالاستاذ حسن مسكوه بيقول له هو علي السيسي زملكاوي؟ قال له قال لك قضي الامر. مش دي الفكره ولا دي المشكله، يعني ما هو خلينا نحترم مشاعر وانتماءات الكل، بس لما يصل الامر في الادعاء والكذب والافتراء وحد الاتهام انك انت تتهم النادي الاهلي بتقديم رشا
لرئيس الاتحاد الافريقي، لا انت كده بتقع تحت طائلة القانون بشكل واضح وصريح، واضح وصريح. او تعال نروح مع بعض للقصر توريهولنا هو فين، او تقول لنا ازاي عملة اليورو النادي الاهلي كده عنده القدرة انه ابتدعها واخترعها واشتغل بيها. زي الدواء بيجربوها بدري. بدأ يجربها قبل ما اوروبا تخترعها بعشر سنين. قول لنا بس الكلام ده علشان رحمة بالاجيال، رحمة بالاجيال وبالاخلاق وبعلاقات الجماهير ببعضيها. مش ممكن ابدا. والإظهار الحقائق والتاريخ. الله ملاش دعوة بالله. مش في حاجة اسمها الضمير؟ صحيح. كان في حاجة اسمها الضمير. أنت سألتني سؤال أنت برضو مش سهل. ليه يا عم؟ أنت متفائل يا عدلي من حلقتين ثلاثة. يعني حسستني هنا أنا تسرعت في تفاؤلي ولا إيه؟ بس أنا متفائل برضو. ماشي.